We are at Kaka al-Abbas, al-Abbas cookies. It's the minute the door opens, you smell the aroma and your stomach opens up and you're ready to enjoy. Whoa, شو الريحة؟ حسيت حالي بالنبطية بثانية بكبسة. حسيت حالي بجنوب لبنان. Oh my God. هاي مرحبا مرحبا. Amazing, amazing. دغري على المطبخ. عمال بحضر لك لبنة مع الكعك، زيتون بلدي شغل بلادنا لبنان بنت جبال، لبنة بلدية كمان عملتها على ايدي ومزقطيتها، بنقول لها زقلطة دعبلية عند ناس كثيرة. بنحبها من ايام جدودنا هون نحن، بتعرفي ستاتنا كانوا يعملون هون وناكلهم وبنحبهم سبحان الله. يعني شو بدي اقول لك؟ بشكرك. اهلا وسهلا. بتحضر المدام الفيديوز تبعي كلهم، بتعرفني بحب اللبنة. قبل ما نبلش بالكعك كلنا بنبلش باللبنة. لبنة كعزلة معمول على الطريقة القديمة، الزيتون من لبنان، الزيتونات من لبنان. لبنة لبنة قصة كبيرة. Sweet and savory combined، شوي شوي حلوة شوي. لبنات روعة. الزيتونات من لبنان. لبنة مكعزلة ما أكلت بس شفرة. واو هيتا نكفي ندوق الكعكة المضبوطة. We are at Arbil Kebab, which is one of our infamous Iraqi kebab places here in the city of Dearborn. Anthony said he loved Iraqi kebab, so we're going to take him to the best that we have. بتعرفوا عملت حلقات كتير بالعراق ورح ارجع على العراق قريبا، فيني خبركم الكباب من الاطيب، ان كان القص، اللحمه، نوعيه اللحمه، كميه اللي بحطوها مع الكباب طلعت الدخنه اللي عم تطلع، الريحه برا اساسا اول ما وصلنا الريحه مثلية الدنيا. عندكم كباب فيه لي فيه لحم اصيل ملح بهار وبس وماشي تاني. عند العراقيه بتاكلوا دولمه من اطيب ما يكون، التمن، الرز يعني، الطاوله، الفاصوليا، الاكرة، الباميه، وأشياء تانية كتير. اليوم رح ناكل كباب، هي بعد ترويقة نهار بعده بلش بأوله شوية فول، وكتير مبسوط رح أرجع استطعم طعمة العراق هون بديربون. بدي اعرفك على الاكل العراقي. هيدي اسمها باجيلا بالدهن، يعني بيستعملوا بالعراق فول كبير تحت عندك خبز مسقاية دهن. It looks phenomenal. It smells good. مع بيض على الوجه مقلي بالدهن. سو هن الوحيدين اللي بيعملوا بيض مقلي دريلتنج. نحن بنعمل بيض من المقلية رايت؟ من ذا بان، بس هو بدهم بيض مقلي. هون بيعملوا بيض مقلي يعني ان ذا اويل. عندك الكباب يلي شافوا الصورة قبل شوي قديش فيه فات. خبز الصمون، ماي تي في شو ان عراق از كولد صمون وزعتر، صمون العراقي وزعتر اللبناني. هون عنا البيض اللي اسمه مكلمة، and probably best for last. هلا بعد شوي رح ناكل the traditional breakfast slash dessert يلي هو هيدي القشطة تبعنا، بس هي قشطة جاموس معروفة كتير بالعراق. عنا قاهي وجيمر. بعد شوي بعرف شو بتترايز. انت بناكل هلا بناكل okay. هلا بناكل. اول شغله بدنا ناخذ الكباب. فات لي لحمه بليز فيل فري انجوي. سوبر جوسي اميزنج ميت. بتحس بالفات بس ما بيقرش الفات. سوبر تندر كرانشي فروم ذا اوت سايد. ضربته النار. يعطيك العافيه. انا عندن هيك. شوية بيض، شوية فول، شوية دهن. شفتن؟ It is wow. يعني بتعرف أنا ما رح أصر عليك إذا باكل عنك ما تعتبر. يلا.
بعدين عنا. اه دقيقة دقيقة، هيدا الخبز التنور العراقي الغير شكل. اوه بس مانز ايفن بيتر. ناخد شقفة هون هيك بالاصابع بتلقطوها مزبوط، بيض خضرة ما البهارات اللي بقلبها بس. I'm so happy. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. And then, ta-da-da, comes. They pay me to do this. comes enjoyment. طلع. Puff pastry. مثل البقلاوة عنا، بس يعني ما فيها كل الفستق etc. Puff very crunchy, very crispy. تاخذها هون عندك الشيرة اسمه، يلي هو مثل القطر عنا. رح اعمل قدامك. شفت الدهن قد ايه، شفت القشطه قد ايش حلوه. نكزي من هاي او ماي جاد اتس اوتستاندينج. الاو مي او ماي جاد اتس اوتستاندينج. ذس از ا داي تو ريممبر. ام شور أنا رح فل رح تتذكر وتقول that day was special. This is outstanding. This is really special. It is. Bad match. I'm so happy. فيك والأكل الطيب. Amazing. الحمد لله. الشاورما عندي طيبة لأنه بنستعمل البهارات نحن تركيبة إيدنا، ما بنستعمل بهارات تانية. تاني شيء بنستعمل لحمة نوعيتها ممتازة، ما بنستعمل يعني لحمة تعبانة. ومثل ما أنك شايف ما فيها لا دهن ولا عروق ولا شيء. هلا فهمت ساعة قلت لي الصبح your favorite place. مع احترامنا لكل المحلات هلا فهمت، لما حدا بكرة يقول لك إنه ليش أنا مش favorite ومش favorite. الفايب الإنرجي الطاقة هالزلمة عنده إياها مش معقول. الكلام الحلو، حكى عن ضيعته، عن لبنان، عن اصله، رجع حكى عن اصل الكل، رجع حكى عن المطاعم الكل. What a great man inside. And then great sandwich to top it off. وكل حدا in the Medina knows that Tahamas is my favorite. معروف. And I post about Tahamas all the time. Let's do it. Oh my god. لك بدي جلغم واخر همي والطراطور الروعة واللحمة العظيمة. لك شاورما مان از جود. هلا ببلش فيروز عقلة امبارح ما اكل سندويشة من هون بالتعامل. اوف عملون زجل. اوف هاي جود. He's so freaking good. Mayor, thank you again and again. I felt home. حسيت حالي ببيتي. Home away from home. And it's not gonna be the last time again. Thank you so much. Thank you. Only a week. وتضلك بصحتك توقف حد الكوميونتي. ان شاء الله بتروح ترجع بسلام يا رب. ان شاء الله ما كنت عميطه كثير. بعد بعد ترويه. ثانك يو. منقوشة زعتر محشية جبنة من قلبه أو رز مع لحمة. حيالله شيء انتو عبالكن ياه هون موجود. برجع بقلكن الفوضى عند المحل بتفش الخلق. نضيف مرتب سوبر ماركت. فيروز بعدها معنا وعم تتابع معنا وعم تضلها معنا. شو ما عبالكن موجود هون ان كان لبناني ان كان اجنبي، سوبر ماركت نضيف مرتب. It's a one stop shop وين فيكن تاخدو من السوشي لللبناني مع الفواكه والنقيش، من الترويقة للعشاء كله موجود هون. كيترينج غدا or everything in between. وحتى شاورما عندهم موجودين هون. ليكن شغلي شكلهم بديربون
ملوك الورق عنب. انا مش اكل ورق عنب عند 4-5 محلات ورق بعضهم هالقد طيبين. وهول حموضه الورقه الرزات اوف ذس از جود. هاي Amazing. I'm impressed with your shop. Great job. Thank you. Hello, you can see my whole shop. This is where I do all my work in-house. Okay. Hello, like in the middle right now, I'm doing a diamond setting. So you're working with Hakim Snan, huh? Put all. Isn't that awesome? So this wow. is all diamond engagement ring that I'm working on. And platinum, colorless diamonds. And you can see I have full control on my scope. And I can get real tight. I started in the industry. I'm third generation jeweler. Started with my grandfather in Beirut, Lebanon. He was a clockmaker. Dad came over and mom in the 70s. We had a little bit of like watchmaking skill. He didn't speak English or anything like that. Dad came to Lansing, where we're here now. And he started changing watch batteries. That was his first job. And then he saved up his money, got his own shop. Very, very small, and then it grew, and this family business grew. Now we have 10 stores in the state of Michigan and one in California. But where I come into play is I've been on the jeweler's bench behind me my whole life. Dad taught me the basics, and I fell in love with the art. You enjoy working into the details of things? Passion. It's wow. super passionate. The way that the people that you interview are passionate about food is the way that I'm passionate about jewelry. I absolutely love it. ومين بيقول انه محل individual عنده تيك اواي او درايف ثرو سموها بيقدر يعمل بيتزا هالقد حلوين وسريعين؟ الجو جوا الشبيبه روعه، العجينه كيف تلعب كيف كيف تطلع، الفرن اند ذن المكونات، كرم عدد، صوص طماط، جبنه، امريكان ستايل. Very thin pizza. البندورة acidity ولا أروع من هيك. جبنة كريمة. It's a good one. Yeah. عملونا تقريبا المنيو كله. بلشنا بهاي. خليكم. هنكفى على البقية. توميتو صوص روعة روعة روعة. رجع رجع. هاي سخنة هاي سخنة هاي سخنة ضربنا الباب هاي سخنة كتير تريبل بيبروني سؤال واضح بيعملوها لكل الناس هيك؟ يس بيعملوها لكل الناس هيك لأن اسمها تريبل بيبروني البيبروني العادية فعليها بيبروني أقل حلوة كتير مصفوفة صف وحدة حد التانية طلعوا الطرف قديش حلو تحميصته حلوة ووقفتها حلوة سوبر سوبر ثينلي سلايست ان هاوس تطلع هالقد ضعيفة واو جود امريكان بيتزا ويز كرانشي كروست نكست رجع رجع هيدا هيدا كثير سبيسيال الباب هيدا كثير سبيسيال هيدا معمولة من عجينة زعتر يعني امريكان مش شايفين لك شيء محطوط عليها ميديترينيان فليفرز زيتون ريحتها بسكوي هيدا قوي كثير قوي روح منا منقوشه بس بيتزا عزعتر
زيتوني رائع، الأسيدتي عظيمة، جبنتها خويت. وعشرتها طيبة. That's a good النار ما راح دوق. ترررام. الريحة بالستاند بتشهي. الريحة ريحة الساندويتش بتشهي. الفكرة عظيمة، الميكس حلو، انجليش موفن، ايجز، ميت، توميتو. And it's delicious. سبايسز، سويتنس تبع البندورة. اوه شو طيب، مش معقول شو طيب. معسلي ايج موفن بيجي من برا هيك قاسي شوي، من جوا سبونجي، منه خبزة برجر. نايس تندر ميت، رقة مثل الماكدونالدز، مثل بيج ماك، بيضة منا ناشفة. اوه ذيس از جود، ذيس از جود. ريكومندد، ريكومندد. دبلو زبونات. اوه ذيس جود. Which one is the best to have? Apple strudel with pecan nuts? My favorite one is the apple with mixed berries. Okay. But the one with pecan nuts is also really good. Let's have one with mixed berries and one with pecan. طبعا زعالة يعني، بس مهضومة، مهضومة من أستريا، يعني فهمين شغلتها، يعني جايبت لنا طعمة أستريا دغري لهون. هيدا بعتقد مع بيكن. آه ريحة السينامون، ريحة التفاح، عظيمة عظيمة عظيمة. So good. So good. واحدة تانية اللي فيها الميكس بيريز أكيد أسيدك أكتر، سويت أكتر. شفتوا عجينتها قد شرقيقة أو مش تاشة. بتحسوا بالتفاحة، بتقرص شوية، مطبوخة شوية. Very nice. شوغر من برا، سينامون من جوا. بدك تحب التفاح ها، لأنه تفاح all the way، صندوقة صحارة. And I love it. هيك منخلص ومنكفي برمتنا شوية سياحة. يلا يا واشنطن أنا جاي. هيدا بونس لامينيت، ذا ريل ديل، اند سوبر فريش اورنج جوس، بيج سايز امريكا. هاي للطريق شوية انرجي فيتامينز. بدي ارجع اقول قديش حلوة واشنطن، بدي ارجع اقول قديش في خضار بنص المدينة، هي مدينة كلها فيها خضار. وبتطلعوا تقريبا 20-30 مايل، بتصيروا كأنكم بضايعة كتير بعيدة وما في بنايات، بس نحنا بعدنا بالمدينة. وصلنا على جورج واشنطن مانشن، يلي هو محل ما كان عايش، بيته، أرضه، ومحل لازم الكل يزوره، وشغلة مهمة. من بعد ما زرنا مرة الماضي كتير باركس وعملت سياحة حلوة، اليوم عم جرب بالوقت الضيق اللي عنا إياه، جرب أبرم قد ما بقدر. And I'm super enjoying it. طقس حلو، شمس حلوة، رطوبة شوي. هيك feels refreshing and fresh. في نطرة طويلة تنفوت على قلب البيت، فصعبرت فرجيكم اياه من جوا من برا.
هيدا اللي بقي لانه فجعنا وخلصت اول شقفه بيتزا والثاني شقفه بيتزا on the way. Very thin crust, nicely spongy on the sides, light crunch, loaded. وطلبت سباكيتي بومودورو وبني. هلا بحطوا توم وين ما كان, which I understand. فطلبت a special order لإلي and we're enjoying it. Family owned Italian, good food, American style, the closest to Italy, and we're having an enjoyable lunch مع أصحابنا. Great gathering, enjoyable gathering. رح نقضي 4 أيام مع بعضنا. صحتين ربيع. لا good job, عن جد good job. لازم أقول له برافو لأنه عمل لي صوص طماط غير اللي بيبخوها ساعات اللي معتوم. عمل لي صوص طماط, استعمل الباستا التوميتو صوص تبع البيتزا, حط لها شوية ملح, حط لها شوية زيت زيتون وطلعت معه كتير طيبة. الباستا الدنتي منها مخبصة, منها ملزقة على بعضها, مطبوخة مزبوط. لا ريلي ما بينعل شيء, شغل صح. جود ايطاليان فشل لي خلقي, صار لي فتره عم فتش على ايطاليان وما كنت عم لاقي هيك تو انجوي ا جود باستا بليت. برافو, جود جوب. هيدا نبلش بالكارت كيك. شو اتفقنا؟ اول شيء هذا اول كب كيك شوفوا هيك جاي كونيكل, رح نعطيه حياة ونلفه هيك. تلوك سونك, شفتوا الصف اللي وراي, شفتوا الصف اللي ورا. فتنشوف if it's worth it. اول شيء very moist, very heavy. And very good. Wow. Man, worth the wait, worth the line. Carrot cake, super flavorful. بتحسوا بالسكر بس ما بتحسوا بقرشة السكر. And that's the beauty. Very nice cream. Oh, I love it. Grapefruit, mojito. Real sorbet, real flavors. Very low sweetness. And then طلبت هون هيل. مش معقول, ريل تيست. هلا مشكلته انه بخلى شوي بس ما بيمنع. طيبة كوفي. انتبهتوا قديش كريمي طلعوا كيف دايبة على قد ما لازم بس ما بتنقط. بتحسوا بالاسبريسو بفوت على قلب الزلايم كأنكم عم تشربوا إيلي يعني. ريل فليفرز, ريل اوتنتيك الاستيسيتي. Capital Grill. أول شيء خير أنه كان العشاء عظيم,
الكومباني كانت روعه، الناس اللي تعشينا احنا وياهم بعقده، اردن لبنان امريكا اول كومباين كوبلز كتير كتير مهمين مهضومين حبوبين. قضينا 3 ساعات ونص، واليوم هي الجنرس بور اسمه نايت اللي هنا بيطلع لكم 6 او 7 انواع نبيت فيكم تدقون كلهم صوت ترجعوا تنقوا شو عاملكم تشربوا. وما راح اخبركم نبيت ذات كاب فلوينج اول ذا واي. سيرفيس شوي بطيء، عجق، مش ملاحقين، محل مفول، كان كل الباركينج مفول، بس ما بيمنع بالاخر توصل اللحمه وبتنسوا الهم كله سوا. Very good, very good, very good meat. High end. حبيته كتير. Capital Grill مشهور. بعتقد أشهر ما أنه يعرف. من هون الناس تقلدت الاسم. واخدت الاسم all across. حتى بيروت مرة فتح حدا زيت الاسم. نهار. ترجع نخبركم. نهار طويل. حلو كتير. لذيذ. سياحة. بلش كتير بكير. وخلص هلا كتير مخر. ما ارتحنا ولا دقيقة. بس بكرة منكفي ولازم فرجة ربيع. The Real Monuments of Washington. وين بدي بلش؟ بدي بلش بالجريل تشيز ساندويتش اللي ناطره. خفيف نظيف، زبدته خفيفة. بدي بلش بهاي. ميبل، كتير ميبل، تشيكن، وافل. شو الاختراع؟ الريحة بيجي ريحة الميبل السويت بترجع بتجي مع ريحة الدجاج. شو هالاختراع؟ ياي طلعوا من الوافل، طلعوا الاشطارية. تخيلوا السكر اللي بقلبها، الباتر تشيكن، ميبل اون توب. واه وات ا كومبينيشن. اند ذن هون فرنش توست بيريز. اوه محشي بيريز من جوا كمان. ديك ملا ريحة مش معقول، مش معقول. ها بتربح من بعد ريحة المعيش الصبح. ما فيها من بعد ترويقة الفول وحمص اكيد لا، بس هيك من وقت لوقت مع احد الصبح خبصة فيها كلها زيت وزبدة. It's enjoyable. زست بومغرانيت في بقلبه شكله شقف بيتروت صغار. as good as it should be. حمودة التبولة، سويتنس تبع البيتروت. good job. been here done that and still love it. طيب وين بدنا نخبي هول لما حدا يشاركنا فيهم؟ excited من اول ما وصلنا
عبالي ارجع ادوق واحده واحده ان كانت المفروكه. لا بسيب مفروكه برات لبنان رائعه. بسيبه يعني مفروكه يعني بتاخدك على طرابلس بكاتشي. حلاوه الرز بتخيلوا حلاوه الرز بواشنطن. اليابانيز موتشي at its finest. كرابيج او معمول مد. بتاكل غنى. واخر شيء حلاوة مع بوزة حلاوة وطحينة. اوكي اذا مش جوعانين يا دي. مش معقول طعم الحلاوة. اذا معشين تعوا على التحلية. إذا مغدين طاوع على التحلية. إذا عبالكم ما تاكلوا لبناني طاوع على التحلية. أوف ختامها مسك. And I'm very happy I came back. القصة وما فيها شو بدنا ناكل؟ فقمنا توحمنا على أربيز. بتذكروا أربيز؟ ما عاد بتذكروا بس عندهم شغلة عملها هارديز بلبنان رجع وقفها بوقتها رزق الله أيام زمان يلي هي روست بيف ساندويتش اند تشيز. عندهم هون طلع بيف اند شادر روست بيف اند تشيز ما عندهم البرجر فتوحمنا على هيدي السلايست بيف بتجي مثل صبوي سلايسز مثل جامبون مع تشادر صوص وين ما كان. ياه توحمت ماكسيموم. وقفنا على أربيز على الطريق طلع عم بيشطفوا جوا فأخذنا درايف ثرو رح نصف على جنب ويندو اون مع كرينكل فرايز and دايت كوك. First dinner of the night. I'm ready. كرينكل فرايز سميهم؟ لا كرينكل فرايز. كرينكل فرايز very good fries. واو شكل صدق. Very good price. أخذنا beef and cheddar double roasted beef. عرفتوا أيهون؟ عرفتوا هيدا السلايس جواتو؟ عم بتحسوا معي الإحساس؟ طلعوا كمية اللحم اللي جوا. هدوق قبلك أتأكد إنه طيبين. Oh my god. بشار خلقنا. بتعرفوا دايما بتذكر بيجوا دايما كتير مالحين ما بعرف ليه بس طيبين. هاي روست بيف. هيدا البيف. لا هيدا روست بيف. هيدا البيف. هيدا روست بيف اند بيف. شو هاي فيها اثنين هاي فيها واحدة. هيدا دبل بيف تشادر. هيدا روست بيف اند تشادر. مبارك لك. مام اي لوف ات. يمكن خلصت موتو ما بقى حدا يجي عليه ما بعرف. بعرف انه قرمته حلوة اللوجو حلو. عندي خبرية. النظافة حلوة واكله طيب. نعم كفيك. أربيز هلا فتح عن جديد بالسعودية من شهرين. وطالع بالروست بيف من عام فايت فيه الأمان تبعينا في السوق البرجرز. ايه كنت عم تحبر بس ما بدي اتشك. ما بدي اتشك. بدا نفس الشيء. مش نفس الشيء. مان طلعوا الكمية. Oh my god. Comfort food at the end of the night. It's good. Very good. أنا إدوار مسيح. People call me Eddie. من لبنان من أنفي. وصلي بنيويورك 9 سنين وصلي بأمريكا 19 سنة.
وانا افتحت Eddie's Grocer during COVID. I used to have a catering company and it was a Lebanese catering company. Of course, COVID happened. I had to close the catering company. I live around the corner, but this became my new place, Eddie's Grocer. من بيع كل شيء لبناني أكل لبناني produce spices dips ميزة sandwich whatever you name it we have it here we're the first Lebanese place in North Brooklyn which is why I'm very excited about it. أنا شاورما دجاج unconventional أول شيء سميك كبير حرزين كريم definitely الأمريكا. كيف بتفكر كيف بتقول انا اليوم بدي اخترع شيء جديد او بدي اترك نفس لبناني بس اعطيه هيك تاتش امريكاني مودرن؟ يعني احنا عندنا كيتشن بريتي سمول بقى ما فينا نعمل كل شيء من يعني طوق وهالاشياء ما عندنا السيخ تنقدر نقص منه بقى بعمل كل شيء able to make it ahead of time يعني like a catering mindset بقى مشان هيك عملنا هالشاورما بنعملها بنعمل الدجاج من قبل وبعدين بنلفها وبنحطها بالأفن to get really crunchy. هلا عم تاكل تشيز منوش يعني انا كل حياتي كنت اكل منوش جبنه الصبح بس هون حطينا لها شويه حار وفوقها هاني تعملها sweet and spicy. واو عسل وحار مع بعضهم ما عجب الشيء هيدا قصة كبيرة هيدا. ايه. هي شو؟ هيدي اللي احنا بنسميها بيرادية يعني وقت جيت على امريكا كنا ناكل كاسيدية كل الوقت. اوكي. بقى اخذت الجبنة جبنة مسقسعة جبنة وخبزة يعني اللي كانت تعمل لي اياها ستي بسوريا اخذناها وعملناها على خبزة وجبنة هون مع التورتية يعني من برا بقى صارت مثل كاسيدية بس بنحط لها زعتر وزيت و يعني this one is for itself. Super good. Thank you. بس بدي اقول لكم الميكس عظيم. اول شيء فيها بندوره فيها زعتر فيها جبنه نوع انواع الجبنه الاسيديتي سويتنس اول ان اول والعجينه كثير رقيقه. This is award winning. هيدي توب توب. Thank you. سلاد هيدي كوسكوس سالاد. الامريكان بيحبوا الباستا سالاد بعمل لهم شيء يعني دور ميديتيرينيان كوسكوس فيها بنغير يعني هلا فيها توميتو كورن لانه ات سمر بس احنا بنغير كل وقت بنحط لها سكواش وهالاشياء وحامض وزيت يعني فيري فيري سمبل. ايدي عنده منيو بيتغير؟ ايه بيتغير يعني مره بالشهر بنغير المنيو. اول ما بلشنا كنا نغير كل المنيو كل شهر بس هلا صار عندنا ستيبلز اللي الناس بيحبوها وبنغير فيها كل شهر بنغير هيك شغله شغلتين هون وهون. عندك كيترينج بالبيت بدي اقول لك بتجي؟ اي اكيد هيدي يعني ذاتس اور توب نوتش الكيترينج يعني بنعمل اكثر شيء وبنعمل براون بيبر بوردز بنعمل عشاوي بنعمل ويدنجز يعني هلا السبت قبل ما اترك على لبنان عندي ويدنج 150 شخص. واو سلام عليك. اذا عندك مطبخ كبير بتجي بتطبخ عندك؟ اي اكيد كمان. اذا عندك مطبخ كبير بنيويورك يعني شيء يعني ما في هون شيء بطبخ يعني معك مصاري تدفع له يكون شيف يطبخ عندك. اكزاكتلي. هيدي كثير انبسطت عرفت عليك وانا كمان. I'm really enjoying it. سمعت عنك كثير. I did follow you قبل ما نلتقى. يس. وان شاء الله تضلك بهالضحكه وبهالنشاط وبهالحماس وبهالاندفاع وبس بدي اقول لك تشيرز. ثانك يو تشيرز وثانك يو تو يو يعني كمان كل شيء عم تعمل للبنانيين around the world. It's a very cool thing to do. انا كنت حابب اخذك وبرمك بلبنان بس ما راح اكون هون. يا ريت I will take care of the shop. رجع على لبنان. next year. Impressed, really, really, really impressed. هاد بتفوت على المحل شو بيستقبلكم؟ بيستقبلكم products لبنانية بتكفوا بتتمشوا من محل لمحل. Definitely في شوي من كل شيء تكملوا الجام بس أغلبيتهم لبنان. شو بدكم فيه؟ الشيبس، الدرينكس، معبين الرفوف وبعدنا منكفي من هون لهون. ورق عنب، فريكي، حمص، سبايسز، كاردامم. Oh my god.
بتعرفوا شو الحلو؟ فيكم تقعدوا هون برا على السطيحة على البالكون حد المحل، خلينا نسميه جروسري ستور او سوبر ماركت، فيكم تشربوا النين نبيد اللبناني سباركلينج واين لبناني. مرسيل عندهم بيد روعة. ممنوع نسميه شامبين او بروسيكو لانه هنا اوبيراسيون كنترولي، بس لبنيز فيزي سباركلينج وايت واين. ملا ريحة ملا أرومز. ايدي برافو، رح نشيل هيدي من هون وفرجيكم الطاولة. الطاولة هي لبنانية على الأمريكاني which is normal، يعني رح نشوف كراكرز مع منتد لبنة، رح نشوف حمص، شوكة، سكينة، صحن، ترتيب هيتا نكفي على البقية. كمان كراكر حمص، انتبهتوا شفتوا الحمصات اللي هن كانوا عم ينسلقوا لايف قدامنا؟ يعني مش علب، طحينة منتد، طحينة مع كوليفلاور. فيكم تجوا لهون تعيشوا جو مرتب نظيف قريب على لبنان، بيض لبناني، حمص لبناني، تشتروا غراضكم، تروحوا على البيت. إذا عندكم أولاد خلقانين هون تجوا تفرجون أو تشتروا لهم غراض يلي هني مش عم ذكرون بتاريخهم. Have a nice meal, good food, simple, healthy, non-complicated. هيك بنخلص والله رايح برجع بلتقى فيهم. ممكن كل ما اجي لهون تنشوف شو عندهم برودكت جديد، شو عندهم نبيد جديد، وان شاء الله يقدروا يجيبوا كميه لبنان. كل حدا من لبنان عنده نبيد وبيعمل اكسبورت اوريدي يتصل فيهم، يمكن بيقدر يجيب نبيدات، وان شاء الله على 85 واينري الموجودين بلبنان يصيروا هون على الرف. هنبلش شوي شوي. فتت على nogarlicronions.com المحل ما وقفت اكتب unfortunately لأنه ما بقى عندي وقت، وشفت انه زرته بال 2016 بنيويورك و 2017 بالاي. شو هالمحل؟ رجعت قريت شوي شو كتبت. One of the few places on earth، محل ما الرز warm، مش ملبس، مش ملزق، مش طعمته سكر، ما فيه rice vinegar، مش معمول قبل بوقت، warm. And then comes the fish very thin كول طالع من البراد، نقطة الوزابي تحت مخبية. ليش اسمه شوغر فيش؟ because it melts in the mouth مثل كأنه لولي بوب لولد صغير شوغر. oh my god شو هالإكسبيرينس. أول مرة باكل سوشي فيه رز صفر، so good. أربع شقف بكل كلاسينس، no soy sauce، no mayonnaise،
No bullshit sauces, just rice and the ingredients. Very high end premium ingredients. جوا عتمة ما في موسيقى ما في ضجة. Nice sake. Excellent sugar fresh and day. Beautiful way to end our day. مزبوط كان عبينا ناكل street food burgers وريزين كين ولحين. This is an amazing, amazing end of the night. شربنا ثلاثة sake. أكلنا بعتقد نص المنيو all in all كل شيء شفتوه بالصور قبل شوي مع ثلاثة ساكي $200 which is very 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 good. قلت السعر لأنه الناس تطلب مني أنه please لازم تقلنا قديش السعر مش لأنه تقلكم اللي دفعنا. Very good price, very good quality, very good quality بنص نيويورك. Bagel, Simpson, feels so fresh and so appetizing. Manna cream cheese, she's like Lebanon. Very creamy and amazingly nice. With bagel quality. Spot on. Lecon. زيتون بندورة. This is so good. Lebanese style bagel. مع رشة زعتر. Oh. Wait. Amazing. والله هالخليل. عن جد تعرفت عليه. كان عنده محل واحد Union Square. زغطور. بعده عم يبلشوا. And this is what success is. This is a Lebanese success story. هيدا هو اللي بيكبر. سألته بعد 5 سنين وين بتكون تكون وشيت بتجي محل لازم مزبوط. قال إن شاء الله. وطحشين وسحبين. نرجع على الأسية. Oh, the real deal. أسية. مش محجر مش قاسي. مطرة مزبوط. Lots of grains, lots of fruits. Not sweet. Not sweet, zero sweetness. مش بس كافيه, استقبال, ضحكة حلوة, great welcoming, staff مهضوم, لذيذ, قريب على القلب, موسيقى حلوة تفينيها كمان التصوير, and good food. وبعد فيه, معقول نبلش نهارنا بلا افوكادو توست, واصل. Good. إليلي كلاسي إليلي. في يكون لبناني ومرتب هيك, في يكون لبناني وهاي اند, في يكون لبناني وفاين دايننج ستايل, في يكون لبناني ويكون ولا 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 زبون لبناني اليوم, في يكون لبناني ويفرجي ثقافتنا للعالم كله سوا باكلاتنا. هلا بتشوفوا الصحون قديش حلوين. لانش منيو, هو المنيو مش هيك بالنايلون, المنيو بيجي هيك هالقد مرتب بلوجو جديد كتير حلو, بيحكي عن التاريخ, بيحكي عن ثلاثة جينيريشنز, بيحكي عن لبنان بألوانه, and then لبنان بيروت كلها سوا. القصة تبع بيروت من ميل لميل, الأكل اللبناني والمنيو. المنيو عم نشوف عليه كل شيء نحن معودين عليه. حمص, بابا غنوج, لبنة محمرة, كبة النية إذا حدا بده, وبعدين في شوية تاتش هيك زيادة إن كان البندورة, توميتوز, فلافل, في شغله بحبها كتير, شانكليش, الهنبي, ورق عنب بالزيت وغيره وغيره. وبعدين عندهم شغله انشهرت من وقت ما فتحوا لليوم بعد ما شلوا على المنيو, الدك شاورما. عندهم لام شوب, تشوبس, عندهم شيش طو, انه كتير اشياء كلهم موجودين. فيري كلاسي, فيري هاي اند. الاهم انه بتفوتوا هون على الواين منيو. الواين ليست بتبلش وبتذكر العالم كله سوا
انه نبيد بلش من عنا، ومن فينيقيا طلع من عنا طلع على اوروبا، من فينيقيا طلع لعنا وكفى على امريكا ووسع العالم كله سوا من الاف والاف السنين. بتطلعوا فيه هيريتج روتس عرق لبناني، ليبانيز عرق واضحه هون، وتطلعوا هون ليبانيز افلييتد واينريز، يعني الاشياء اللبنانيه وكل وحده لبنانيه. مسايا موجود، دومين دي توريل موجود، من كفي على مرسيل موجود، وعندهم a very very big very big Lebanon wine list واضحة، إن كانت أبيض إن كانت أحمر، وفيها تخدكن على لبنان وتسافروا. فإذا جايين لهون أو جايبين أصحابكن، إذا أنتوا أمريكان وعم تحضروا شو عم بقول، الأكل اللبناني اللي هو كتير مهم مع نبيد اللبناني اللي هو كتير مهم، في مسايا، شاتو إريتاج، شاتو ميوزار، دومين دي توريل، شاتو كنافار، والليستة بتكفي، إكسير، أديار، دومين دوبال، وغيرهم وغيرهم. المنيو واضح، الانترودكشن خلصت، صار وقت فرجيكم الصحون ونغطس بالكلاسينس أوف ليبانيز كوزين. مش مثل الكباب تبعنا، منه فاتي مثل الميت بولز مع السويتنس اللي حواليها والكارزيت اللي حواليها. هذا هو اكلنا، اكلنا فيه حنيه، فيه لذه. طلع قدامي واحد على انستغرام من يومين حاطط شاورما، قاعد بفود ماركت هون بامريكا، وعم بخبر العالم وعم بكذب عليهم وعم بقول لهم نحن بلبنان بناكل الشاورما مع باذنجان، نحن بلبنان بناكل الشاورما مع حر، نحن مع شطه، نحن بلبنان منحط الخبز اثنين فوق بعضهم منلفها وبتصير هيك. عايب نكذب على الناس ونطعميهم اكل بيمس بثقافتنا. ثقافتي فيها كلاس، ثقافتي فيها في ناس، ثقافتي فيها اطيب مطبخ بالعالم، ثقافتي فيها الوان، فيها طعمات، فيها لقم صغار، فيها شيرينج، فيها صحن واحد وبناكل منه كلنا سوا، ثقافتي فيها شاورما صغير، ثقافتي بتطور حالها. منشان هيك صار في شاورما حلو مرتب دوك اور بيف مع صوص فيج جارليك ان طحيني، وانا طربت شويه طحينه اون ذا سايد، رح احط عليها نقطتين حلوين وانبسط بلقمه روعه. اكل ما بينزهق منه، وبرجع باكد كل ما رح كون بنيويورك رح ارجع عند ايديلي. It's worth it a million times. إن كان غدا إن كان عشاء بيعبي الراس كتير كتير كتير. تعرفت عليهم مرة الماضي وما قدرت ما أرجع، ما قدرت ما أرجع ودوق هيدا الآيس كريم السوبر طيبة، السوبر معمولة صح. التوتش اوف الكحول بلا ما يعطيه بيترنس، لانه بنعرف انه الكحول ساعات اللي بينطبخ بمرمر. ووندرفل شامبين من هون، اغافي تيكيلا دولتشي إليتشي، تتاكل منا دلعه منا تقيله منا كريمي، سوبر انجريدينتس. او بالاخر شفتوا قديش طالع هلا من الفريزر وما عم بتكسر تكسير، شوكولات ان اموريتو مع كرونجي شوكولات. بطل. اذا انتم بنيويورك وما جيتوا بعد لهون مروحين كتير على حالكم، وبعتقد فاتحين بميامي اذا مش غلطان. Outstanding. شكلهم بفشوا الخلق. هيدي حبة كبيرة وحدة حد التانية، وطلعوا الكمية اللي موجود فيها. هو دلشوس خبزة صح، زبدة كتير، سوبر طرية، كمية اللبصر هالقدية،
ما في عجقة، ما في سلاد، ما في مايونيز، في لوبستر. والتاني واحد يلي مخلوط مع مايو سقع أكتر طالع من البراد. أيها أطيب نينيتون، أيها لازم ندوق نينيتون. هيدي ماشت مع مايو، هيدي حبة بحبة مع زبدة. أوه بيوتيفل بيوتيفل. كاتشي هيك كتير كبيرة. اه شطت رايت دمك كأنه مش اكل شي كل نهار. beautiful smell. delicious. soft, smooth, juicy, full of flavors. ما بده شي. بيجي معه كابيس and coleslaw. and then خبزة راي بريد كتير خفيفة بس تتحديون. واه this is amazing. واو او ماي جاد واو. لا قدامنا شو بدكم البريسكت هيدي باسترامي. شو هالطعمة، شو هالعظمة، شو هال او ماي جاد. ويت اند ذن كورن بيف. 1 2 مبهر مبهر أكثر. very good flavor. okay خلينا نحط الأشياء مثل ما هي. طيب كتير المنيو كتير واسع، في خلطات هاي مع هاي مع هاي، تونغ مع ميت مع بريسكت مع روست بيف وغيرهم وغيرهم. عندهم hot sandwiches, grilled sandwiches, oven made sandwiches, cheese fries and everything in between. Is it good? Yes. Great. 5/5. بيربحوا لكاتس؟ لا كتير بعيد. كتير 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 بعيد. هونيك بيقصن على السكين مش على المكنة. أكبر أسمك. لا فعلا مع شوية مسترد. لا بتاكل بلايه. لا بتاكل بلايه. خليك على التليفون. عم اشتغل. خليك على التليفون. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد. This is amazing. اترك له كاتشي العربية. طلبنا البيبروني اللي طالعه هلا من الفرن مش مسخنه. لك ازاي ليكل حياه بدنا ناخد صوره. ويت ليكل نوت. او ماي جاد. واو لايف اون كام. عن جد لك شو مغروم فيها. ليك صحتين فوق قوي. شو قوي. أكتر من هيك بيزك بيتزا ما في، أكتر من هيك أمريكاني ما في، أكتر من هيك ستريت فود ما في. بس مش معقول إيموشنال. بابا فوت مطلب بعد؟ خلص. Oh my god. This time good night. quit.
هلا وحده زعتر وحده جبنه. عزوك عود تندوق. خلينا نبلش بمحل حلو عالم لبنان، فرن جاي من لبنان، منتوجات لبنانيه. واكثر شيء فيكم تتخيلوا شفتوها كيف عم تنعمل هي المنقوشة اللي قريبه على لبنان. ليش؟ لانه ما بيقصها بالدولاب تبع البيتزا، عجينه واضحه طريه. وتقدر يحكي لغه الامريكان انتبهتوا اول مره بشوفها، حط زيح زعتر لما تصير كتير، يعني صار في زعتر بين وحده ووحده انتبهتوا حطهم ان سيركلز. حبيت الفكره كتير، فيري انوفيتيف. عجينته نايس، فيري نايس. اوه ذاتس ا جود وان، فيري جود وان. زعتر عجينه. تعرفت على المحل ساعة جيت أول مرة يمكن بال 2016 أو 17 نسيت. جيت أكلت دقت حبيت، بوقتها ما كنت صور يوتيوب، كنت أكتب ريفيوز على garliconions.com وبعده ريفيو موجود لليوم. في كتير ناس فتحت إجت راحت طورت، بعده هذا المحل as true as it is. السعر definitely غير لبنان، بس وين؟ وين بأمريكا؟ طلع وين بأمريكا بتشوفوا هيك؟ وين بأمريكا بتشوفوا كمية جبنة هالقد؟ وين بأمريكا بتشوفوا عجينة هالقد مرتاحة؟ جبنة عكاوي رائعة مش أمريكان تشيز. برافو 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 سوبر عن جد. واو بفش الخلق. بيوتيفل كريم غني حرزين لودد ويز فليفرز شوي سويت بس ديليشس اند بيوتيفلي ميد. اوه اميزنج. كل هالب 11 دولار رح اقول بس لانه اربع فليفرز وهالقد حرزانه مع شويه صوص من هون وخبريه من هون وديكور من هون والسيرفيس بيعقد والويلكمينج روعه. سوبر ريكومندد. Very good job. Bravo, 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 bravo. Good job. صار فيك ترجع على لبنان تحكي على وجهك. دي لالو. Sandwich is not, it's the lobster. من مين؟ 37 دولار حقه فيه خبزته بتعقد. شقف اللوبستر او ماي جاد. لا لا هيدا بميل وهيداك بميل، كل الناس الثانية بميل. Award winning. Oh my god. Enjoy man. Wow. Wow. Super must do. Top things to do in New York. Top 5 things within New York, definitely. Oof.
شو هالقصة الكبيرة وبلش يطول الصف بلش يطول الصف وراي بشكل مش معقول شو هالشغلة نحن واقفين جوا تقريبا شي 12 موظف عم يشتغل جوا عملوا شي 10 بيتزا بخمس دقايق بالبس اللي انا شفتهم ويلا يلا 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 ورا بعضهم بتنقي بكبها بالفرن دقيقتين بتظهر وبيطلع لكم هيدا الشيء عجينة كتير رقيقة كتير رقيقة بس واضحة انا مرتاحة منا معظمة قرش صغير على الطرف عندن good one very good one لأنها رقيقة لقطة المكونات منا تاشة منا very thin مثل التليان تبهت وقفت قديش حلوة nicely done والعجينة عم تنعمل كله live كله على الإيد راكي كريسبي very good tomato sauce very good cheese very nice من الآخر يعني اوه crispy soft not biscuity is it worth it yes بنطر نص ساعة يمكن لا ضجة بقيمتها ايه نيويورك تايمز حكى عنه وكتير عالم قالت one of the best it is a good one طا 11:30 ما تنطروا بالصف it is one of New York's must tries I agree صارت الواحد بيفكر فيها قديش بيقدر يعبي نهاره اوف كل شيء شفتوه لهلا وصار وقت الغداء هلا صار وقت الغداء وبعد ما اكلنا لبنان اليوم خلي خبركم عن براند اسمها نايا تعرفت عليها من يمكن 2017 اذا بتذكر منيح كان عنده 3 فروع اليوم صاروا 23 كان اسمه نايا اكسبرس صار اسمه نايا ميدل ايسترن كويزين لبناني عنده فلافل عنده شاورما دجاج عنده حمص باذنجان وغيره 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 وعم بيفتح محلات كتير اول اكروس من نيويورك وبراتها كمان اخر فرع لالون رح نوقف عنده نتغدى ونتعرف عليهم ميت ساندويتش ماي واي اور يور واي بتعملوه مثل ما بدكم فور ماي اون كريديبيليتي اتس ا فيري جود ساندويتش برجع بقول مش هيك نحن بناكل بلبنان بس الامريكان هيك بحبوها يو كان دو ات ذا واي يو وونت فيري جود كواليتي انجريدينتس اند اتس كومفورت فود اند انجوي هلا نحن عشيه معزومين عند براين صاحبنا الانجليزي الامريكاني ومش اخذين له معنا شيء بلا اخذين له معنا شيء ساعه لما نروح عند براين وعند أوليفر وعند كل الأمريكان ما بناخذ لهم معنا أني تنبيد من هون بناخذ لهم معنا غراض من لبنان فياخدين جودي باك كل هالغراض تعرفهم على ثقافتي وعلى ثقافتنا شوية زيت زيتون شوية زعتر and so on فكل هول اخدينهم معنا على العشاء الليلة وفيكم تعملوا زيت شي ولا هي منك just saying مش مطعم مزبوط لبنى لبنى بمكتب ليش؟ لأنه the brand is launching soon رح تكونوا أول ناس عم تسمعوا عنا رح تكونوا أول ناس عم ندوقها سوا رح تكونوا أول عالم عم تعرفوا أنه في براند لبنى أصيل لبنانية واصلة على السوق الأمريكاني واليوم جايين لعندهم على المكتب تنشوفها نفهمها نحسها ندوقها ويلا بتصير بين إيديكم كتير قريبا كبير هالمكتب حتى نشوف ويننا هاي أنتوني كيفك؟ أهلا وسهلا فيك بنيويورك اسمي كريم خليل
أنا نقلت على أمريكا من 3 سنين. بتذكر تعرفنا على بعض مع زاهي بلبنان لما أجي لهون. I always wanted to come here for the American dream. صرت هون وهيدي البراند تاعتنا يازا عم نعمل لبنة. جيت لهون لقيت إنه ما في لبنة بالسوق. اللبنة اللي هون أول شيء مش طيبة. يعني شيء كله باودرز وكيميكلز وأشياء تانية. كنت تجيب الجريك يوغرت وصفيها أنا عندي بالبيت مثل ما علمتني ستي. فحبيت لقيت opportunity بالسوق. حبيت أنا أعمل لبنة. دوقت أول شيء أصحابي حبوها كتير. دوقت أمريكان كتير حبوها. فحبينا نعمل لبنة مثل ما نبنكلها بلبنان. مثلنا كل حياتنا مثل عشتورة نكلها عند المزارع فوق. Very simple, very natural. بس فيها حليب وملح. Nothing else. وكمان حبينا نعمل شيء جديد بالسوق الأمريكاني والسوق اللبناني حتى. عم نعمل لبنة مع flavors. So زدنا زعتر وزيت زيتون مثل ما نحن نكلها كل حياتنا. بلشنا دغري باللبنة. Packaging كتير حلو. Branding حلو. العلبة اللبنانية اللي احنا معودين عليها. And then بتشوف اللبنة من برا. يمكن الأمريكاني اللي ما بيعرف شو يعني لبنة. كتبت لبنة عكبير. In your eyes مثل ما هي plain. قبل ما نفوت بكل التفاصيل ليش اسمها يازا؟ يازا سو جينا نفتش على اسم هين للامريكاني القطر بس نفس الوقت that's a bit linked to us. فجينا جبنا كم كلمة بالعربي. في طازة انه it means fresh. ميزا it's you know الابتايزر تاعونا فخلطناها مع بعض والواي هو شوي مثل اليوغرت نحن كيف ناكل اللبنة ويلا so we got the word يازا. Very good. Packaging حلو لون ازرق. خبري شو عن فلسفي. So the idea behind it. أول شغلة كان بدنا نحط عليها صورة اللبنة لأنه العالم ما بتعرف شو يعني اللبنة تعرفوا عليها. What we also wanted to do is to have a packaging that's clean, sustainable. هيدي هون recyclable شيلة. You peel it off. Recyclable. خلصت. وهون جوا حنحط story تاعتنا. So it will have the story. It will have كمان recipes going forward. وعملناها packaging شوي أصغر لأنه كل اللبنة اللي موجودة بالسوق موجودة للسوق اللبناني. علبة كبيرة. الأمريكاني ما بيعرف يشتريها. عملنا علب شوي أصغر so they can dip it مثل ما يفتح الكونتينر وعنده حفلة عنده بالبيت بارتي عنده عشاء بيحطها على الطاولة بحط ملعقته دغري بيكل منها. بلاستيكتها مرتبة. Bold flavor clean ingredients. واضح شو هي قصة لبنة اللي صار لها 2000 سنة من لبنان. Nutrition facts definitely بحبون. Ingredients pasteurized cultured milk and salt. That's it. ولا شي تاني. That's it. Off this is a premiere. Wow, America. لبنة اللبنانية جاية لعندكم. الحلم بلش بأتلانتا. الصناعة بنيويورك. عم نصنع بمنطقة حد شوباني بنيويورك. ونكست ويك حتكون بالسوق. حتكون حتبلش بنيويورك ديترويت وشيكاغو. وأتلانتا باي سبتمبر 5. وبعدين رح توسع أكثر وأكثر وأكثر. أكيد. قديش الشلف لايف تبعه؟ 90 يوم. 90 يوم. بس حليب. قربوا معي. قربوا بدنا نشوف أول شيء لونه الحلو. تعالوا طلعوا شوفوا الكريمينس. اللي كتير واضحة. اللبنة أول ما رح أعملها هيك رح تشوفوا أنه لبنة مش كريم تشيز. وقفتها لبنة والشكل واللون اللي نحنا معودين عليه. Next step رح ناخد توست and حامضة أسيدك منا سويت مثل اليوغورت اليوناني اللي معودين عليه مثل السوق. Very nicely lemony, very nicely acidic. بتعبي التم ملوحتها مثل ما لازم. منا adapted ابدا لشيء امريكاني. هي الطعم اللبناني اللي احنا معودين عليها. اللبنه تبعتنا تبع ستي وما بدها شيء هيك. واو. من عواصف ديربورن زول على نيويورك. الشتاء اللي تبلشنا فيه اليوم رطوبة اللي كانت كتير قوية جاية من النهر وإز وصلنا على تامبا. هون صيفية شوب حريق بس كمان الشتاء والتندر ستورم واصلين. غيوم كتير حلوين لونهم أبيض وشي شي أسود من بعيد. رح فوت لحق حالي. أول واقفة عن كافيه زورو بابي محل كتير حلو. كونتينرز مزبوط بتصفوا قدام المحل كلهم أكل أغلبيتهم حتى في تاتوز سيجارز اتسترا. بيوتيفل بيوتيفل وول بيبرز جرافيتي هون وهون ألوان حلوة. أوكي فريش ستارت. اسمي أديب نصر من لبنان جبال.
وسافرت عبر الصدفة واخذت فيزا جيت على امريكا، وهلا عندي مطاعم بامريكا الحمد لله يعني، وكذا مصلحة بجانبهم. واليوم ان شاء الله بدنا ناكل نو اونيونز نو جارليك فود. عندنا من جميعه يعني، عندنا مطاعم نحن هي يونانيه ومفوتين فيها اكل لبناني فيه منه شوي، بس في كثير عالم تسال ليش عندنا يوناني ما سميناه لبناني، لانه اليوناني كثير معروف بامريكا والعالم اللي pay attention to it، فبقى فضلنا نروح على اليوناني سهل للعين وللسان وللطعم وللامريكان. الاكل اللي عندنا كله مطلوب، مثل الحمص نحن عندنا كثير طيب، الكالاماري عندنا نمبر 1، التشيكن شيء رهيب عندنا، وعندنا الكبه اللي هي الكبه اللبنانيه عندنا نحن مطلوبه، في سبوني كوبيتا يلي هي باللبناني اللي هي سبانغ نحن بنزيد عليها نتفه الفتا تشيز، كثير 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 طيبه. اكيد نو اونينز نو جارليك انا. وعندك انت اساسا بتشتغل بالاكل او فتت فيها او صرت انا اساسا بشتغل بالاكل وعندي هوايه اكل من لبنان، سوبر باشن عم بحسها بيصاب بصوتك يعني. لكن رحنا انت على ذوقك، انا ردي دوق مش مروق جوعان، حبيتك محل فريش، ليتس ايت. اهلا وسهلا فيكم جميعا، واهلا وسهلا بلبنان بقلب امريكا. انا على فكره حضرتك على التي في وصار لي الشرف اني اتعرف عليك شخصيا هون، وان شاء الله بنكون على حسن ظنكم يعني. اهلا وسهلا فيكم وتفضلوا. لبناني ملسن غير شكل. القرار صعب، القرار صعب كتير لانه الصحون بيشحوا، بس القرار اصعب تعرف شو بدنا عبالكم، نشرب بيروت او عبالكم نشرب الماز، وهيك بتذكروا ان صاحب محل لبناني وان انتم بلبنان. الماز وبيروت وصلوا على فلوريدا، ذاتس ا جريت ستوري. القرار صعب هون تبلش وين، ان كان بالفرايد كالاماري يلي واضحين طيبين ما بيعلكوا منهم شربين زيت، واضحه القصه من عنوانها واضحه، الفريش سالاد الجبنه عليها الكبه هلا موصل لهم البطاطا، ايدي بيتحدى انه هول اطيب بطاطا فيكم تاكلون مش بس بتامبا بكل فلوريدا. هات نبلش هون، فليكي فريش سبانخ جبنه كرانش كرانش بقلاوه، اميزنج بقلاوه اميزنج، وفكره الجبنه بقلبها محموده اللي بتعطيها والسبانخ بقلبها ريكومندد وينر بيج وينر. بنكفي على الكبه، كبه تتذكرنا نحن من وين؟ نحن من لبنان. كبه اوه كبه سنوبر ايوه واو سوبر اميزنج كبه انكسبكتد. المحل بغش وهيك صغير مهضوم، بس اول ما عدنا تعرف يعني رحب واضح، رحب واضح. منكفي 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 وين؟ منكفي ومدوق الرزيت، مطبخين صح وما بيقشوا، and that's it for now. بطاطا احساسها متكأنها مسلوقه بس هي مقليه وفيها قرشه من برا coated fries، وفيكم اكيد تزيكي وكل الصوصات يلي هن فيهم توم وكتير طيبين لألكم. بدك تتعرف على أندرو، شو هالأندرو؟ أسترالي أمريكاني 10 سنين أندن مش خلقان بلبنان، وبيحكي عن لبنان وبيحكي عن ثقافة لبنان وبيحكي عن كلتشر لبنان، وهذا المطعم يلي انتو اذا عايشين هون بتعرفوا انه كان لغير ناس وصار لهم سنة معهم. وين ما تفوت اول ما وصلت قريت ليبانيز لاتيه، ليبانيز كباب، ليبانيز بريكفست، لبناني 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 وين ما كان، بكل فخر لبناني وين ما كان. محل حلو خفيف نظيف، موسيقى على العالي، فيروز معلقتها هون عم بينبح صوتها جوا.
واو شو هالفلوريدا شو هالتامبا. اول وقفه كانت متعقد، تاني وقفه حاسس رح انبسط واضح، and then other بعتقد لبنانية taking over downtown كهوة تاني. في حدا هون؟ اوكي اللي انا سمعته ان اللبنانية اخذت downtown تامبا كله. ايوه يلا صار وقت الغدا. بدك تقول لي شو بدنا ناكل اليوم؟ اوكي اليوم عنا لحم بعجين. لحم بعجين تشيز بولز بالعربي. بالعربي جبنه مدليه يعني. اوكي ترويقه اللبناني. لبنه، حمص، شاورما لحمه، زعتر، بيض وافوكا. كثير حلوين الصحون كثير. وكمان هيدا شيء يعني كومبينيشن اوف امريكي ولبناني. عنا افوكا مع لبنه وعليها توست. افوكادو توست سي لبنه اند افوكادو سي. عليها لحمه اللي هي الشاورما عندكم. ايه بيضه افوكا. اها ات لوكس نايس سوبر ابيتايزنج. يلا مان جريسس. اها جريسس بابا لوف. ايه وكمان اي لوف لحمه كتير 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 نوعيتها منيحه طيبه خبزه في حر لذيذ. It's a good one. قلت لكم رحب. أيوة. رحب. يلا تشيز بولز. يلا تشيز بولز. Oh my god. مع زعتر كمان. Guys. أوف. This is so cool. ثاني نحن بكافيه على الطريق. Very casual. ما في fancy decor. Very simple. And yet food is amazing. Yes. من كافيه. من كفة لحمة. بدك عليها لحامر؟ بدي احط لها لا رح نعملها عن كونفنشن. اي حطها لبنة. مان برافو سوبر ديليشس. خبز اللحمة اللبنة جود فود. ايه جود فود. ام امبرست. اكل لبناني يعني اكيد اكيد جود فود. لا اكل لبناني طيب. Very good quality meat. Adapted to the American culture. خبز لبناني، اللحمة الطيبة، اللبنة، الحمص، الزعتر، خبز اللي بتقرش. يا أندرو برافو. And then تبولة فتوش. Fresh. Yep. Zesty. Mm-hmm. دبس الرمان. Crunchy bread. I am impressed. عنجد. No comparisons. بس أطيب من كتير كتير أكل أكل أكلته آخر 17 يوم. ميرسي. سو عندنا الابيتايزر سامبلر هون اللي هو الميكس بين جريك لبنانيز سامبلر بنقول ذا ميديترينيان تور. عندنا الحمص البابا غنوش التزيكي والتيرا سلطة مع الفتا تشيز. اوكي تورلو ايج بلانت اللي هو مثل مسقع عندنا بلبنان. سو الباذنجان مع البيبرز مع البصل والربح. اهي تونا تاور اللي هو مانجو
وفريش تونة on top مع peppers. رشة زعتر كلنا بنعرفها بدها بس موجوسة. واكتوبوس grilled octopus هذا بيجي من سبين. Spanish grilled octopus very famous. أنا بتحبه مع زيت زيتون من اليونان وحامض. عندنا الأكروبوليس سي فود one of our most popular plates اللي هو باستا مع سكالبس شريمب ومسلز مع أكروبوليس سي فود صوص اللي هي ريد بيبر بيست. واللاند لولي بوبس لاند شوبس اوفر جريك بوتيتوز. شو هالمحل شو هالمحل الفايد فايد ظاهر ظاهر عجقة ناس مثل كأنه هن هون مختار المنطقة بعتقد هيك جريك لبناني لوفان ميدل ايست. شو هالعجقه في جوا بالمطبخ 6 7 شفيه الويترز 8 9 وببلشوا بكير وبيخلصوا لاخر الصبح. متخيل هون الطريق الجو العجقه الصوت بعتقد بيسكروا الطريق اخر الليل. رح نبلش بالمنقوشه اللبنانيه او رح نروح دغري على اليونان؟ وين بدنا نبلش؟ طاري جوسي لمني وما بيعرف اقعد هون بنكفي دغري على اللحمه لام شوبس رايه مثل الزبده نايس فليفرز الفليفرز طيبين الحموضه طيبه الجوسز طيبين هيك نكفي هون باستا اند سي فود تعال سكادب وفينا نكفي على الباقي محل سهر مزبوط بس اكله طيب. هلا نرجع لهون حمص ورق عنب and everything in between well done مطبوخه مظبوط رقيقه كثير good stuff. خبز لبناني on the menu definitely حمصات recommend as good as it should be. ساجاناكي Greek cheese breaded cheese بتتولع بالبراندي عصرة حامض بالاخر بتفوت على الفرن وبتحرق لسان. واو This is amazing. تخيلوا جبنة دايبة بس جبنة دايبة عصرة الحامض بالآخر زيدت لها رونق كتير حلو والبراندي هيك توما تحرقوا لسانكم. واو I love this. ما بدها حتى خبزة I really love this. انا عملتهم وحبيب هون خصوصي سبيشالي لا لك كابتن واو ثانك يو معمول تمر ومعمول بجوز. انا ما منا حلوانجي ما بعمل حلو بس انا مهندس عمار اركيتكت بس هول عملتهم لاني بحبك لك يا انتوني كرمال عيونك. اوه هلا عن جد انت ما بتتعاطى بالحلو انت مهندس ما بتشتغل حلو كيف طلع وقفتها شو حلوه Oh my god. Hold it, babe. Oh my god. Dude, this is amazingly done. Bravo. Okay. معمول. طعم التبين طعم الترابلس هون. No way. سكر خفيف. فستق روعة.
وين تعلمت هاي الخبرية؟ One more. معمول مد التمر. برافو. Oh my god. من البيت هون معمولين بالبيت. هون بتامبا. Thank you so much. Thank you, thank you. What a great surprise. تامبا شو هالتامبا؟ رح اقول لكم مثل ما هي. انا جاي على تامبا قضي النهار نص نهار تقريبا، لانه اوكي شو رح يكون فيه بتامبا، نوت اكسبكتينج يكون فيه هاي الجو الحلو، نوت اكسبكتينج يكون فيه شباب هالقد لبنانيه هالقد، ومعروفه تامبا انه كتير في ناس عم تنزل من النورث داون ساوث على تامبا لانه الطقس حلو، لانه خفيفه لذيذه، عم بيقولوا كتير سمعت فاميلي ديستنيشن اكثر واكثر. What a day. تامبا اكيد رح ارجع، اكيد رح ارجع تلتقى فيكم اكثر واكثر. اليوم اكثر من 200 شخص اجوا، تصورنا مع الكل، برمنا على الكل، طلعوا الجو، طلعوا الموسيقى وسمعوا الاجواء، دبكه والعاني all over. تامبا unfortunately رح تكون فلتنا اليوم، بكره الصبح ماشيين على اورلاندو على ميامي يلي في عطينهم وقت شوي اكثر هذه المره. Don't take it personal، بعتذر عن جد. Unexpected جاي as a discovery trip، ومن وراها رح نرجع نعيدها اكثر واكثر واكثر. ما شفتها، ما عملت سياحة، ما رحت على معمل السيجار أو الأدوية تبع السيجار، ما رحنا على الأرمي بيس، رجعت لقيت بأصحاب المدرسة حكمة نجاحات كتير كبيرة، أشخاص جابولي حلو عربي وغيرهم وغيرهم. anyway حبيت الأكل، فجأت بالأكل، طيب بالطعمات الحلوة الشبيبة يلي ناس صالون كتير زمان، أصلا ناس إجوا عن جديد من لبنان. تامبا I'll be back. Thank you so much for the welcoming, for the love. مرسي لأستقبلكم إلي، لمحبتكم إلي. اسمي عماد نسناس، انا من جلديب لبنان، صار لي 39 سنه بامريكا، وبلشت البزنس 10 years ago. We're in the transition of changing names from Cedars to Mediterranos. We're going to a bigger location. وسمعنا انك جاي السنه الجاي، سو بتجي على اللوكيشن الجديد تبعنا يلي هو اكبر من هذا على شيء 10 مرات ان شاء الله. انا عصام سليمان، go by David سليمان، صار لي بامريكا 34 سنه، أنا من سور من لبنان. بلشنا بالبروسس سيدرز بيكري من 10 سنين، بس وصلنا لمرحلة إنه ما قدرنا فينا نطلع برا ستيت أوف فلوريدا، لأنه سيدرز بيكري إتس فيري ليميتد، في كتير سيدرز بيكري بأمريكا، سو وي هاد تو سويتش تو ميديترانوس لنعملها تريد مارك لنفوت على أمريكا كلها، لأنه لقينا في طلب كبير بالنسبة للخبز الكواليتي، و بنتريتد ستيت أوف فلوريدا، سو ما عادش في مطرح نكبر أكتر بالستيت فلوريدا، سو ما نطلع بريت ستيت فلوريدا. We had no choice but to switch the name to Mediterranos. We're trying to cover more the Mediterranean, كل Mediterranean countries. من فتنا باللافاش ومن فوت بالGreek bread وبالكل الأشياء beside Lebanese bread. So this is an opportunity for us to expand. نحنا مميز. أول شيء نحنا منوزع على كل فلوريدا. عندنا 6 تركات. We cover من أورلاندو all the way to Miami. وهلا بزيارتنا رح تشوفوا بضاعتنا بمحلات كثير مختلفة. المميز شيء عنا بالخبز، نحنا ما منعوز بريزيرفاتيف، ما في بريزيرفاتيف، كله ناتشرال انجريدينت. وهلا منذوقك الخبزات طرية ما بتعلق على ذوقك. لعب نازل زيتون طعمة البيت. اوه دقت عنكن سوبر سخنة. لعبت زيت زيتون emotional attachment to the land. وبترجع على لبنان كاتشي، كل ما تسقع شوي شوي كل ما تصير بعد اطيب واطيب واطيب، بتحسوا فيها طعمتها برقتها. Good job, very good job. إن شاء الله بيصيروا بكل أمريكا.
بتعرف قطعتها كتير على كاجوال كونسبتس، كاجوال ليبانيز كونسبتس، فاست كاجوالز بسموهم، يلي عملوا موضة كتير طويلة من زمان. بتعرفوا كل الجنسيات بالعالم صار عندها منهم، في the Mexican concept, the Turkish concept, the Syrian concept and so on and so forth. ونحن احسن طريقه واسرع طريقه لنقدر نفرجي العالم عن ثقافتنا بهذه الطريقه. عم بيكبروا اكثر واكثر واكثر، صار في probably couple dozens بنيويورك، وما كنت عارف انه في منهم بكل مدن العالم، او على القليل بفلوريدا. هلا على الموضه بفلوريدا وبالمنطقه كلها سوا، بلشت بتامبا وهلا باورلاندو بلشت الكونسبت تبع الفاست كاجوال. وصلت اليوم عند واحد من الاطيب لدقتهم يلي شفته قبل شوي، هو انا عم باكل عيونه عم بضو ومبسوط كثير، بس راحت البطارية تبع الميكروفون، بس عم برجع خبركم اياهم. I really enjoyed the food. انبسطت كتير باللحمة، بطراوتها، بالسبايسز تبعها. هيدا أول مرة بيكون رز حسيت عم بيكون رز بالبيت، منه رز بالبيك كوكر يلي مرة مش مستوي، مرة بيقرش، مرة ملبد بالمي. انبسطت كتير بالرز مع لنتلز أو المدردرة اللي احنا بنسميها هيك. انبسطت باللحمة، طراوتها، الجوسينس تبعها، الفليفرز تبعها عظيمة. الورق عنب دراية منهم كوميرشل، really well done. وبعدين بتكفي على كل السوسس، الخضرة المقلية إن كان البتنجان وإن كان كولي فلاور منا شربين زيت أبدا، وقرشتها حلوة بلا ما تكون بتكسر تكسير. كل شيء معمول صح، وعرفنا أنه جوا بالمطبخ في فلسطينية، في سورية، في لبنانية، all in all مجموعين كلهم سوا عم بيعملوا شغل واضح واضح أنه كتير حلو. أكلت أول صحن، تاني صحن، and I really 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 enjoyed it. واو. بلشوا بسبع فروع وان الله راضى حيكون عندهم سبعة غيرهم and growing ongoing، ان شاء الله بصير عندهم 50 و60. بتعرفوا عم نخلق بلا ما نعرف او بلا ما ننتبه او قصدنا the direct competitors of the big brands، ان كان Chipotle، ان كان McDonald's، ان كان كلهم سوا. فان شاء الله هيك concept من عنا، من لبنان، من بلدنا، بيصير فيهم هالقد عجقة وهالقد ضجة وهالقد مشهورين وين ما كان، مع صور لبنان مثل ما شفتوا ورا. عم استعمل ميديترينيان تيكون بيجمع الكل، بس بيصدر ثقافتنا على العالم. شو حلو شو حلو شو حلو شو حلو، عائلة عم تشتغل مع بعضها، بي وولاده، كل حدا عم بيحط شيء، عم بيهتموا بالزبونات، عم بيستقبلون. وين بعد في هيك بأمريكا؟ وقديش نادرين الأكل من الشوف، القعدة مع بعضهم، بيحكوا مع بعضهم، بيضحكوا مع بعضهم، بيكبوا طاقة إيجابية مع بعضهم. وين بعد في منا هيدي؟ أغلبية البزنس منشوفهم أكيد كبار، موصفين، مكسيك، كيوبنز، اكتترا. and then فتح محل، حسيت لبنان. الطاولة بلشت تعبي، تركتهم يشتغلوا شوي ودغري رح نقعد من هون على الطاولة وندوق الأكلات. نفس واضح، وخلينا نبلش بغض النظر اذا كان طيب او لا، بس هلا بنشوف وعم شور انه طيب. الوقفه العائله كلها سوا مع بعضهم بتفتح القلب فعلا، كيف هالبنات واقفين مع بيهم، كيف عم يشتغلوا كلهم مع بعضهم. ما بتقدروا يعني ما بتقدروا ما تجوا تقعدوا وتجي البسمه على وجهكم وتحسوا بالطاقه الموجوده بهالمحل. هيك بنبلش شغله قلت لكم، موحم على كبه، قرشتها بتاخذ العقل، حمصات دراي اند فيري كريمي. First stop. Top. Yeah. حمصات عظيمين. كبة عظيمة. بطاطا حرة. حمص. حمصاته رائعين.
طلعوا قديش كريمي، حامضين، طحينة، مكونات مزبوطين، ما في شيء أقوى من شيء بالطعم. هيك نكفي. فرجيكم الفلافل يلي شكلها مثل الفلافل اللبنانية and not adapted. كرانشي من برا، طلعوا لونه شو حلو، منه لونه مثل ما بتشوفه أخضر كتير. Great color. منكفي على ورعنا. ورق عنب مثل ورق عنب تبع الضيعة. رح قصها بس لفرجيكم من جوا كيف. أول شيء قصت بالمعلقة، مطبوخة مظبوط، ورقة رقيقة، أكل طيب كتير، فيه نفس كتير، فيه إحساس خويت. زبدة، شوفوا ريحتها شو حلوة. Beautiful smell. Beautiful smell. Homemade stew. مثل اليخنات تبع البيت. رز مفلفل صح طلعوا كيف عم بفك عن بعضه. طب. اوف. رائعة رائعة رائعة. من قلبي بهنيك. من قلبي بهنيك. بطل. لا كانوا في البيت، كانوا الوالدة بتسويهم وصفنا قبل. هذه بيقولوا لي اياها كثير. قبل ما فل بدي اقول لك ميرسي، بشكرك، ثانك يو، على نفسك، على محبتك، على تربيتك العظيمة، على عائلتك الروعة، وعلى اللقمة اللي مش مكونات بس، اللي فيها احساس. فيها قلب، فيها باشن. الله يخليكم اياه وتضلكم مع بعض، وان شاء الله المرة الجاية بتصير عندكم محلات اكبر واكبر. حبيب قلبي، وانبسطت من قلبي. وانا كمان مبسوط انه جيت شرفتنا. الله يقويك. خلي لي اياك. هاي معنويات لنا كبيرة يا انتون. ريلي. ثانك يو فيري ماتش. باي انتوني. ثانك يو فور كامينج. انا اصلا مدور شوي. صلي مدي بأمريكا. لحنا ما بعرف إذا بتعرف المطعم المنهاتن ببرمينا كان لبيي. So I come from a very big background of restaurants. I came and I studied the restaurant business here in the US. Then I went back to Lebanon. فتحنا كذا مطعم. الأوليفيا بالأشرفية أنا فتحت الكباب هاوس. Then in 1999 إنه يلا البلد تعبين رجعنا لهوني. And then from there I started from scratch and we اشتغلنا كتير بلاس فيغاس بالاوتيلات، اشتغلت مع تومس كالر، مع اوبن بارك، اشتغلت مع فور سيزن. So قبل ما فتحت المطعم انا had 20 years of executive management مع big operation من كاسينويات باتلانتيك سيتي بلاس فيغاس. فور سيزن كنت كوربريت فايس بريزنت فود اند بيفرج. فور سيزن ايجا باسيفيك كنت بسنغافور، نفتح كتير مطاعم اوتيلات all over from China to Thailand to, you know. So my background is really more into the executive management of hotels and restaurants. 3 years ago, COVID happened. I live here. We loved it. I saw this location. I always wanted to introduce Lebanese food to the area, and we jumped on it and we opened. And it was tough to open because we opened during COVID. But this restaurant has been a gem, has been a hit from day one. You'll see it. It's very small, but it's very special. Kitchen Namlu is from scratch here. A typical Lebanese authentic food. And the rest of history. So we are actually looking to expand the concept. هال presentation اللي بتخليكم تحسوا وتعرفوا أن أنتم بمطعم لبناني أصيل تقليدي مرتب مش مفلسف. وبدي أقولكم شغلة، كيف تعرفوا أن الشيف من صغبين بيعمل كباب بطاطا، كباب بطاطا اللي بحبها كتير، كبت sweet potatoes اللي بحبها كتير اللي من صغبين. And then منبلش واحدة ورا شغلة ورا التانية. كبة لك اوف، لك ملا فكي، لك ملا فقعه، بعدك انا اجزت سقع بس شوي. اند ذن ورق عنب سوبر اميزنجلي دون، بيوتيفلي رايت، بيوتيفلي اوف، لك ملا طعمه. فريش بريد صار 10 دقائق برا بعد ما عضمه مع شو محمره، عم بحس بقرشه الجوزة تحت الشوكه. Spot on. بطاطا حرة. مش هبينة زيت. كتير طرية. طعمتها طيبة. نية. اوكي. متحمس ربيع على النية.
لحمة لونها غير شكل، ريحتها غير شكل. ضايعة، ناقصها كيس عرق بس فيكم تشربوا البيض معها. نرجع على الكبة، بحط معها نقطة 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 صغيرة، قال لي الشيف فيها حبة صغيرة تون، بحطها نقطة. أوه. كبة اللي فيها برغل كتير، بتحسه بعرقشتها مثل هيك مثل تشيبس من برا. العجينة أو اللحمة من جوا مفهوم كتير ناعم وكتير طيبة، كبة عظيمة. حان وقت الجودة، كتير محمس، محمس لشغلتين. أول شيء محمس لأنه في صحون غير المازة، في واحد يقدر يأكل ينبسط بهيك لقمة سخنة هوت ديش. محمس شغلة تانية لأنه اليوم نال على الشانل تبعها على الفيديو الجديد اللي عملته، عملت الشيخ المحشي تبعنا بالبيت وبحبها كتير هالأكلة. بعدين رح بلش فيها. شيخ المحشي للي ما بيعرف هي البتنجانة المقشرة شوي نص تقشيرة اللي بقلبها لحمة مفرومة وبندورة مع رز على الطرف. بتخيلوا أمريكاني جاي لهون تأكلها لأول مرة وعم الفرجيها هي. شوفي منا فيجن فيرجن إذا بدكن كمان هون. رح نفضل الزيت، لك ملت فلفل، نقصها شقف، لحمة مفرومة غير شكل. واو شو هالبتنجانة، بندورة على الوجه and Oh my god شو هالطعم الحلوة، شو هالحموضة الطيبة، شو هالفليفرز العظيمين. نال حياتي عم فكر فيك. أنا كمان أكلت شيخ المحشي اليوم. إذا بدكم فوتوا وشوفوا الفيديو على يوتيوب، نحن بالبيت بنعملها مع جبنة. مش معقول شو طيبة. نخلصها. ويت، ننقل على تاني مرحلة اللي هي السمكة. كمان هوب، رح نحط لها شوية رز على جنب. هيك شو هالرزات، هيك شو هالرزات. واو، This is the premiere. ما كنت منتظر ابدا اكل اكل سخن، ما كنت منتظر ابدا انه يخلص من بعد الميزة يلي هن عم ياكلهم دايما او اللحمة او الجريل، انه يوصل على محل ناكل هون. This is even phenomenal. قف الحر، سنوبرات، اللوز المكسر، الجوسينس تبع السمكة. I am impressed. Amar is a favorite. Definitely one of the highlights of the trip. Definitely. Welcome to Shishka. Welcome to Miami, actually to our sunshine state. أهلا وسهلا فيك بشيشكا. As you see, Shishka is a small family business. It's a restaurant, small family, very authentic. كل شيء عندنا is made from scratch. Very healthy food, authentic food. My husband Ghassan Zbib, originally من بيروت هو. He moved لهون like 20 years ago. He decided to go for this business لأنه كان كتير بحب. He loved to cook at home. He had very good taste. بلشنا شيشكا like 12 years ago. وحط كل شيء طيب على المنيو. يعني we do have all the stews. ملوخية، كبة باللبن، كبة بالصينية. كل شيء very authentic اللي كانت our mom تطبخه بلبنان قدر هو يحط لنا إياه على المنيو. بلش برزنتيشن حبيتها كتير. صرنا على محل اسمه شيشكا ودغري رح بلش فوت بالحمصات. حمصات محضرينهم بلا توم، ان كان مع لحمه ان كان هون، شكلهم كتير حلو وانا تحمست على الطريقه اللبنانيه. اوف، سوبر كريمي مع لحمه وزيتاتها. حمصات سبوت اون. حبيت الصحون، برزنتيشن حلوه،
ألوانهم حلوين. أوه لبنان ماشي دون ربعة وقفة ما فيها ماي. فيكم تاخذوا تشيز روز بس فيهم توم أو برجع على الحمص. حبيت طلع نايسلي دون حمص فيري كريمي. اللحمة عندهم عم بكتشف بفلوريدا بتاخذ العقل ولا محل عم بياكل لحمة مش طيبة. And this is how we roll. مش معقول شو ترايا. Very good Lebanese sausages. هيك بسمون هون. بس هن مقاني. All the way, very proudly. وبهاراتهم خفيف. Spot on. حبيت, 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 حبيت. Good. I'll come here more often. بفلك ساندويش مقاني وحمص. للطريق. ربيع من ايدي صح. بس منخلص عن نهار طويل بمهلبية. حتى وصلت المهلبية لهون. مهلبية مع قطر مزهر زبيب ولوز. لا اكلتهم طيبين فين اخبركم. صلون هون 12 سنة مش بالغلط. مهلبية عظيمة خفيفة منها دلعة منها دسمة من جويبر. نهار طويل رائع. بلش من الساعة 6 مشينا من تامبا all the way على الطريق. حرام ربيع صار عامل شي 800 ميل بهاليومين. Thank you for the support. وبعد ما وصلنا على ميامي رح ننام بميامي ومنقضي بكرة معكم بالحلقة اللي بعدها. نهار نهارين كتير طوال بالمنطقة رح سميها تحت على كعب فلوريدا. Thank you for watching. انا راح انبسط بالمهلبية. لك على سؤال انت قلت انه شو انا ثانك يو وانا ثانك يو لك كمان. انت ما تعبت بعد شو ما تعشى بين رايح تنام. Cheers to an amazing day.